علم يا عيني شفطات نفسات مع السلام. ليه هنا خبره قديمه ليها وزنها. واحده كمان عيني لو تمثلينا في الاولمبياد في رفع الانفاس. رحتي فين يا اما؟ امك طارت. سميها محلها فوق ما تنزلهاش من سماء. راحت فين الايام دي يا اسماعيل؟ ايام راحتي. احنا اللي رحنا فين الله اعلم، بس اول ما اعرف هقول لك. في بوسة اختفى. طب نكشف البوس. يبوس احنا. خف يا عم اسماعيل، ما تبوظش الراجل. يعني انا لما شربت امك كانت امك لمغازة يعني. نكشف قوي ليه؟ العلا يا سيد فرحان، ايه انواع الكيوف اللي بتكيفوا بيها في بلدكم؟ قلت لي بلدكم اسمها ايه؟ الديمومه. جام الدوام. دوام لله. يعني متوفر عندكم الصنف ولا بتشحططوا قبل ما تجيبوه؟ احنا ما نعرفش الحاجات دي، عشان كده كشر. اصلي مش محبوح يعني. احنا عندنا الكيف رباني، نغني نكيف، نقول شعر نكيف، نحكي سير الاولين نكيف، مش شرط يعني ندخن لازم نكيف. يا عم اسماعيل يعني بتغنوا تقولوا ايه؟ لام كلثوم، عبد الوهاب، فريد؟ لا لا لا، ام كلثوم ايه؟ انت هتكفر يا جدع. ام كلثوم ايه؟ مش قصدي، قصدي يعني احنا عندنا غنوينا اللي نابعه من تراثنا. حافظ حاجه يا فرحان؟ لا لا، مش لدرجه انه يغني لنا احنا. يا ابو سباع من حقه يغني ويتكيف. غني لنا غنوه من بتاع بلدكم عشان خاطري. انت هتغني بجد؟ نازل على المزار اسكير حان الحي وجني من بياضه ريحا وما له زي، وامشي ولا ارقد تحت ظل وضي، ده انا طرحي بشاير والكل طمعا في. نازل عالمزار اسقي ريحان الحي ودني من بياضه ريحا وماله زي. آه لو ألاقي أم العيون غزلان راسم ليك صورة وطلع بالألوان، ده أنا فيكي وفيكي آه أنا عطشان، أسقيني عشان كيفي أعيش والهان. نازل عالمزار اسقي ريحان الحي واهن اه يا صحبة وجمع كل وشوش، بوز اغبر وبوز طاهر حلو بشوش. سبني يا ددندن انا مش مغشوش، كعكع عالكلام واتكيفوا في الحوش. ارتفت قلب الدماغ مش عايز حقك وهجيبهولك. خلاص ده مال ناس يا عم عم. ولا بقولنا خلاص تتعمل اللي قلت لك عليه، اما هي هو بقى فانا هعرف اتصرف معاهم بمعرفتي. مع السلامه، هشوفك بكره. اوعي تتاخري. ها مش دي البيت اللي ساكنة عندهم؟ اديك شفت بعينك نازلة من اه؟ خبريه قعدتي تغني لي كعكع لغاية ما كعكعت على دماغنا. بنت يا زينب تعالي بسرعة يا بنت.
خبرين. انت دلوقتي متاكده ان حسني لو قال مخبر؟ ايوه متاكد. يا دي نيله كم ساعه مصابات بالاصحاب. انت هتعمل ايه؟ هضر روحك كده؟ دي تستخبى هنا. لم كل حاجه عشان ترميها في الحب بسرعه بسرعه. ايه ده بسرعه؟ خبرين ما انتش عارف خبرين. انت تخش اوضتك وتشك على روحك. داي امال داي خش. ايوه ايوه خش بسرعه. ايوه حاضر اهو. هات يا بنت الجوزه بلدك الكريم احرزوها ويحننوها. سألوا عليا ايه بساتي؟ ما تعرفيش ايه؟ ما تفتحوا بهايم. ايه ده؟ ده عم عبده ياما. نوع بيت. ايه ده فيها يا راجل؟ هو ده قد التلفزيون اللي انت مبلغ عن سرقته؟ اه هو حضرة الصوت. ايه العبارة يا عبده؟ الواد ده اصله مقدم بلاغ رسمي في القسم ان التلفزيون ده بتاعه اتسرق. اتسرق منك فين يا حسنين؟ في الاوتوبيس. الكلام مع حسون. انت مالكش كلام معايا. اه اللي يخصه التلفزيون ده يشيل ويجي وراه على الاسم. طب حسنين بيستعبط. هتستعبط انت راخر يا عم. بنتي بتضربها كقطع ايدك. يا ايدك انت اللي هتتقطع. اذا كنت انا جوه تطلع انت بره. حرام عليك. خليني جيت لك زحف من تحت السرير. خش. بتضربني يا المامه؟ ما تتلم يا روح امك بدل معجلك. تعجل مين يا ابن الكلب؟ مالكيش صالح بيه. وحياه امك لا مربط بكرامتك الارض يا بنت الجري جوه. مالكيش دعوه بيه. مين يا امه؟ خدي هذا التلفزيون ده وحصلني على الاسم. اه راح فين انت راخر يا ابن الكلب؟ شاهد حصون. طب وحياه امك لاكون ملبسك قضيه اداب؟ قضيه الاداب دي تلبسها لامك يا عبدو. اوعي تخرجي ورايا الا لما ذلك. مين اللي هيتعمل له قضيه اداب؟ يا لهوي. من هنا لا تملك عيالك. ذكر غصب عن عين أم. ماشي. ذكر يا وان. ماشي. مضغور يا عاد منك ليه؟ مش هتقدر تغمض عينيك.